بصب عليكم مشاهدين اليوم من محافظة جرش وتحديدا من بلدة ساكب للحديث عن موضوع فحص زيت الزيتون الحسي وأيضا نشر ثقافة زيت الزيتون كغذاء ودواء. خليكم معنا ويا هلا. استضافت جمعية الرائدات الريفيات وفريق انتماء في محافظة جرش والشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون للتأكيد على فكرة الشبكة النسائية والتي تهدف لنشر ثقافة زيت الزيتون البكر كدواء وغذاء، بالإضافة للفحص الحسي لزيت الزيتون والمحافظة على أشجار الزيتون المعمرة، حيث تم استضافة مجموعة من السيدات المنتجات لعرض منتجاتهم المتنوعة التي يرتكز محتواها على زيت الزيتون وكذلك بعض الحرف اليدوية الأخرى. للحديث مشاهدينا حول هالموضوع الهام بسعدنا نلتقي من فريق انتماء تمارا العزام حتى نحكي لها اليوم جهود طيبة. الله يعطيكم العافية وصباح الخيرات. صباح الخيرات، يسعد صباحك أستاذ مخلص ويسعد صباحكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في جرش التاريخ والحضارة. احنا اليوم فريق انتماء شاركنا في تنظيم هاي الفعالية مع جمعية الرائدات الريفيات بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وضمن سلسلة من الأعياد الوطنية طبعا اللي احنا عم نعيشها وعم تعيشها المملكة. لك طبعا فريق انتماء كالعادة فريق منفتح على الجميع. الهدف من وجودنا اليوم المشاركة في التنظيم واستضافة الشبكة الأردنية لزيت الزيتون الأردني. وبسعدنا أيضا مشاهدينا نلتقي بالمهندسة نهاية المحيسن من الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون، يعطيكم العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. تخبرينا عن هالمشاركة والنشاط الطيب اللي قمتوا فيه اليوم. يا سيدي الكريم، الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون مؤلفة من 95 عضوة من كافة محافظات المملكة. فاليوم احنا في محافظة جرش العتيقة والعريقة في أشجار الزيتون. جرش اللي معروفة بخيراتها من وأهمها زيت الزيتون. فإحنا اليوم إجينا لنتعرف على مزارعين جرش منتجين زيت الزيتون حتى نحكي لهم عن ثقافة زيت الزيتون البكر الممتاز وهو الأجود. يعني العم أبو خالد مشاهدينا اليوم لفت انتباهي بهالجملة من الشجر للحجر. صباح الخير عم أبو خالد. هل فيك هلين تحياتي. يعني أنتوا الجيل اللي بنحترمه أبائنا وأجدادنا لكيد بتميزوا الزيت من صفات معينة. الحقيقة هي يعني زيادة لمعلومات أكثر، لأنه العلم قاعد بتقدم وبصير إشي جديد للزيتون، لكن إحنا بخبرتنا بالزيتون نكشف كل إشي موجود بالزيتون. يعني اللي إحنا اللي ذقنا الزيتون، الزيتون هذا اللي بنسميه من الشجر للحجر. سيدة نور البرغوثي، اليوم ما شاء الله عليكم، يعني شفنا نشاطات طيبة في مجالات مختلفة، يا ريت تخبرينا أكثر. يعطيكم ألف عافية. وعي استخدام زيت الزيتون سبحان الله منذ القدم، ومع تطور الأبحاث والدراسات زادت هاي التوعية. إحنا بنطمح دائما لجمع السيدات في مثل هذه التجمعات من أجل تعزيز استخدام زيت الزيتون، سواء في الطبخ، سواء مستحضرات التجميل، سواء شغلات طبية، صناعة الصابون، من أجل إثراء المادة اللي بنستخدمها. صباح الخيرات. لين صباح النور، أهلا وسهلا فيكم بجرش وحياكم الله. وما شاء الله خيرات اليوم بلادنا وخيرات بلدية عم نشوف. خبرينا عن مشاركتك اليوم. طبعا أنا بشتغل منتجات بيتية كلياتها كلها من خير بلادنا. الزيتون المقدوس، الزيتون الأسود، هدول أشياء أساسية تعلمناهم طبعا من أجدادنا. أنا بصنع صابون زيت الزيتون. زيت الزيتون معروف أنه نقي 100% وأصلا بحافظ على البشرة وبيعمل على ترطيبها، فأنا بحافظ على هذا المنتج بعمله في زيت الزيتون صابون. أول شيء لازم نتعرف على الصفات الحسية الإيجابية. زيت الزيتون عالي الجودة يحتمل أو يحتوي على ثلاث صفات حسية إيجابية لازم تكون موجودة، بالإضافة لعدم وجود أي صفة سلبية. و
وأيضا مشاهدينا بسعدني ألتقي بالسيد عمر العياصر حتى يخبرنا أكثر اليوم عن هاللقاء الطيب والاستفادة من هاللقاء. تتمتع جرش ومحافظة جرش وأهمية جرش في الزيت والزيتون وبالأخص بلدة ساكب لما تقوم بإنتاجه من كم هائل من زيت الزيتون هذه الشجرة المباركة من خلال جمعية الرائدات الريفيات وبالتشارك مع فريق انتماء وشبكة النسائية الأردنية للزيت والزيتون. تم عمل هذا الإيفنت من أجل التخطيط إلى المستقبل من أجل النظرة المستقبلية من خلال التشاركية أيضا مع عطوفة محافظ جرش الأكرم وكافة الجهات. بدي أشكرك أستاذ عمر، جهود طيبة، الله يعطيكم العافية، بنتمنى الاستمرارية لهالنشاطات. يعني بدنا نرجع لزملائي في استوديو برنامج يوم جديد، يصبح الصالة والإنجاز والنجاح والتميز من أردننا الغالي والعزيز. إلى اللقاء.